هشام من حلب، أهلا بك أبو يزن. آخر الأخبار التي تردنا الآن، قوات النظام تحقق تقدما داخل السجن المركزي، ما جديد المعارك هناك بعد أن كانت هناك سيطرة للثوار على أجزاء واسعة من السجن؟ بفضل الله سبحانه وتعالى أختي الكريمة، بعد حصار دام شهور طويلة على سجن حلب المركزي، تمكن الثوار أخيرا من نقل معركتهم من محيط السجن إلى داخل أسواره، وذلك إثر عملية تفجيرية تمكن من خلالها أحد المجاهدين من التسلل إلى مبنى العظم. مبنى العظم هذا يتكون من 6 طوابق، كانت السيارة محملة ما يقارب 20 طن تي ان تي. هذا المبنى مكون من أعمدة ضخمة من مادة البتون المسلح. يذكر أن هذا المبنى من ما يقارب 3 أشهر استهدفته جبهة النصرة بسيارة مفخخة أيضا. أبو يزن، هل هناك تطورات آنية جديدة جرى رصدها هذا اليوم حتى الساعات الأخيرة؟ التطورات الآنية حسب ما أفاد لنا قائد عسكري من جبهة النصرة أن المجاهدين الثوار هم موجودون داخله، لكن هناك خلايا نائمة للنظام في بعض الغرف، لأن كلنا نعلم أن غرف السجن هي كثيرة جدا، وتم تحرير القليل جدا، لكنه ما زال هناك مساجين داخل السجن يحضرون الاشتباكات، ويؤكد لنا أنه تم اعتقال منهم ما يقارب 22 شخصا من جنود النظام، وهم الآن موجودون أسرى لدى الثوار الذين اقتحموا السجن المركزي. نعم، أيضا تتضارب الأنباء حول مصير المعتقلين وأعدادهم بين الإفراج عنهم أو بقائهم في جيوب تسيطر عليها قوات النظام، ما حقيقة وضعهم وإن كانت لديك معلومات عن أعدادهم، أعداد المحررين هناك؟ بالنسبة للمعتقلين، السجن عندما بني كانت سعته تقريبا 3000، لكن في الآونة الأخيرة الموقوفون كلهم 4700، منهم 2750 عبارة هي عن جناح قضائية، و2000 سياسيين وأطفال ونساء، وحتى بينهم 10 أطفال رضع تم وضعهم داخل السجن. لكن الآن بما يقارب 300 سجين محرر، هذا ما وردنا، ولا أؤكد رقم أكثر من هذا الرقم، لكن هناك ما زال مساجين وما زالت اشتباكات مستمرة حتى الساعة 3 عصرا من ظهر اليوم، وقد ألقى الطيران المروحي هذا اليوم ما يقارب 30 برميلا متفجرا على محيط السجن، ولم يلقيها على السجن، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الاشتباكات ما زالت مستمرة داخل السجن المركزي من قبل الفصائل المشاركة. أبو يزن، ذكرت أن 300 سجين تم تحريرهم، هل لديك معلومات عن مكان تواجدهم الآن؟ لم يظهر أي شيء عنهم للإعلام، هم قالوا لنا أنهم حرروا ما يقارب 70 امرأة وبعض السجناء إثر تفجير مبنى العظم، تخلخلت بعض الأبواب، لكن هناك ما زال مساجين، لا نعرف أين ذهبوا هناك 300، ربما نعرف في الأوقات القريبة القادمة، لكن إلى الآن وصلنا إلى هناك اليوم الساعة 3 عصرا، ما زالت الاشتباكات مستمرة. شكرا جزيلا لك أبو. داخل حرم السجن. نعم، نشكرك على هذه المعلومات. أبو يزن الحلبي مراسل شبكة شام، حدثتنا من حلب.